التاجر الشاطر هو اللي يعرف يدور ادواته ويحقق منها اقصى استفاده، وهو ده بالظبط اللي بتعمله مصر دلوقتي. فاكر من 9 سنين لما مصر كانت مظلمه ومفيش لا غاز ولا كهرباء، ومن بعدها تم ضخ استثمارات كبيرة جدا في قطاع الطاقة، واللي حققنا من خلالها اكتفاء ذاتي وبقينا مركز إقليمي كمان في المنطقة. النهاردة بقى ظهرت أهمية الاستثمارات، خاصة مع الخناقة اللي دايرة بين روسيا وأوكرانيا، واللي أثرت على الأكل والشرب والطاقة ورفعت الأسعار في العالم كله. هتقولي طيب وأنا مالي بروسيا وأوكرانيا وإيه علاقة الكهرباء أصلا بالقصة؟ هقولك إن فواتير الاستيراد بتاعتنا زادت أضعاف، وده بيعمل ضغط على العملة الصعبة اللي بتقل للشهر الثالث على التوالي نتيجة الأوضاع العالمية. طيب وإيه الحل؟ ده الكلام المفيد. الحل إننا نستفيد من مواردنا ونعيد استخدامها عشان نحقق من وراها ربح أكبر. زي الغاز مثلاً، دلوقتي الخناقة في العالم دايرة على الغاز، خاصة في أوروبا اللي بتعاني أزمة كبيرة جداً نتيجة نقص الإمدادات الروسية، وده خلى سعر الغاز وصل لأرقام قياسية، وده معنى كمان إننا نقدر نستفيد جداً من فائض احتياجاتنا. طب وإيه يمنعنا إن إحنا نعمل ده؟ ما يلا بسرعة. لا، الحكاية مش بالسهولة دي، في إجراءات لازم نقوم بها الأول، وأهمها إن إحنا نخفض 15% من الغاز اللي بيتم توجيهه لمحطات الكهرباء. وخليني هنا أقولك رقم يخض، إن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز اللي الدولة بتديه لشركات الكهرباء 3 دولار، مع إن سعره العالمي 30 دولار، يعني 10 أضعاف. طبعاً هتقولي يعني هما 15% دول اللي هيعدلوا الميلة؟ هيعدلوها، لأن الوفر ده لما نعيد تصديره هيحقق للدولة 450 مليون دولار، ومع ارتفاعات الأسعار عالمياً وارد جداً الرقم ده يبقى أكتر وأكتر، خاصة مع دخول الشتاء وتصاعد الأزمة في أوروبا. لكن عشان نعمل ده لازم نرشد في المقابل استهلاكنا للكهرباء عشان يتحقق الوفر. وقبل ما دماغك تروح لبعيد، فهقولك إن رئيس الوزراء أكد إن الدولة ما عندهاش مشكلة في الكهرباء، وخطة الترشيد هدفها زيادة صادرات الغاز، مش عشان البلد هتظلم يعني ولا حاجة. وبالمناسبة الحكومة ما طلبتش من الناس ترشد استهلاكها وهي وقفت تتفرج، بالعكس الحكومة حطت استراتيجية كاملة بدأت فيها بنفسها، وقررت إطفاء أنوار المباني الحكومية واعتماد التوقيت الصيفي في المولات التجارية واستخدام الإضاءة الموفرة وإجراءات تانية من النوع ده. وطبعاً كلنا شايفين الإجراءات اللي بتاخدها دول أوروبية زي ألمانيا اللي تقريباً ظلمت البلد، وفرنسا اللي أجبرت المحلات التجارية تقفل في وقت معين، وإيطاليا اللي قررت تخفيض استخدام الغاز. فالعالم كله بيعيش واحدة من أخطر أزماته، وإحنا مش عجبة يعني ولا عندنا حصانة، لازم نقتنع إن اللي جاي مش زي اللي فات، بس بالعقل والحكمة كله هيعدي.